هذا سائل من الجزائر يقول: وصلنا كتاب من مملكة البحرين حرسها الله لأحد المتصدرين للعلم، يقول فيه بأن أحاديث صحيح مسلم لم يجمع على صحتها، وليس فيه أن كل الأحاديث التي فيها متلقات بالقبول، فما حكم هذا القول، وكيف نتعامل مع هذا الكتاب وصاحبه، وهل نحذر منه أثابكم الله؟ أولا لا أعرف هذا الكتاب، لا أدري ما هذا الكتاب، لكن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أصح كتاب كتب في الإسلام بعد القرآن الكريم صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم ما جاء الأمر لا يأتي من البحرين، يا سبحان الله، نصيحتي ألا تعملوا بهذا الحديث الكتاب. العلماء خدموا الصحيحين ولم يدعي أحد أن في الصحيحين حديث موضوعا، بل الذين اتهموا مسند أحمد بشيء دافع عنه العلماء، حتى ألف ابن حجر الحافظ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. ينبغي أن يجتهد. صحيح مسلم مما اعتنى به المغاربة في قديم الزمان، كأنه سبق صحيح البخاري دخولا لبلاد الأندلس والمغرب، واعتنوا به وشرحوه واعتنوا في عناية ثامة، ولم يتكلموا بهذا الهذيان الذي ذكر عن هذا الكتاب. إن صح. أحسن الله إليكم.